في خلال الفترة القادمة. شوية أخبار عن النادي الأهلي. مروان محسن النهاردة بيكتفي بمران بدني، وفقرة خاصة لمحمد محمود في مران النادي الأهلي. بالمناسبة محمد محمود إن شاء الله لو ربنا يكرمه ويرجع خلال الفترة القادمة هيفرق كتير جدا جدا مع النادي الأهلي، لأنه أحد أفضل اللاعبين اللي تم التعاقد معهم خلال الفترة اللي فاتت، ولكن إصابته بالرباط الصليبي إن شاء الله يرجع أفضل من الأول ويعود ل في وسط اللاعبين، إن شاء الله يبقى له دور خلال الفترة القادمة. النهاردة أيضا كان هناك تدريبات منفردة لباسم علي، جري يعني حوالين الملعب ونفذ بعض الفقرات التأهيلية. رمضان أيضا رمضان صبحي يواصل أداء برنامجه التأهيلي، برضو جري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية. طيب خلينا نعرف بقى أكتر وأكتر عن تمرين النهاردة من خلال زميلنا شريف شعبان، وماذا حدث في تمرين اليوم للنادي الأهلي. ازيك يا شريف؟ ازيك يا تسلام، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وبإذن الله كده يكون أيام الأهلي القادمة كلها انتصارات في انتصارات وبطولات يا رب ان شاء الله. شريف احكي لنا برضو التمرين النهارده، يعني انا كنت لسه بقرا بعض الاخبار، ولكن يعني انت كنت موجود وشفت التمرين كان عامل ازاي النهارده. خليني اقول لك ان التمرين النهارده بدا في الخامسه والنصف مساء، طبعا استعدادا لمباراه كانو سبورت بطل غينيا يوم 13 او 14 او 15 سبتمبر باذن الله. يمكن الجهاز الفني قدر يحصل على بعض مباريات فريق كانو سبورت، المباراة الأخيرة ومن قبله مباراتين، وبالفعل بدأ الجهاز الفني في مشاهدة فريق كانو سبورت. الحاجة الثانية ان التمرين زي ما قلت لك بدأ في الخامسة والنصف، وكان على طول دخلوا في مرحلة التسخين على طول، وبعد كده تمرينات ودوائر بالكورة، واختتم الكابتن محمد يوسف وباقي الجهاز بتقسيمات. التأهيل مستمر على الجانب الآخر لمحمد محمود، سعد سمير، لرامي ربيعه، شريف إكرامي. محمد محمود بيتكلم في أسبوع 10 أيام بإذن الله يكون بيشارك في جزء كبير من التمارين. النهارده محمد محمود بيتحط له الحواجز ويقدر يشوط من فوق الحواجز، ويقدر التصويبات من خارج ال 18 ويأديها بكل قوة، نمسك الخشب ما شاء الله راجع بكل قوة. سعد سمير خلاص برضه في المرحلة النهائية. النهارده سعد سمير عقد جلسة مع مدير الكرة الكابتن شرف الحبيبي، الجلسة كانت طويلة جدا، كابتن سيد الحريص يطمئن على مستوى على اصابه سعد سمير، على رجوع سعد سمير بقوه الى الملاعب مره اخرى، وبالفعل سعد خلاص قرب يرجع للملعب برضه، تتكلم في اسبوع 10 ايام بالكثير. رمضان صبحي خلاص بينفذ البرنامج، عنده اجهاد عام كده هو بينفذ البرنامج، خلاص يمكن يتكلم في بكره بالكثير او السبت، من الجمعه هيبقى اجازه، هيكون باذن الله بالكثير في التمرين المفرح. مروان محسن كان بيجري الايام اللي فاتت برنامج برضه تاهيلي، والنهارده يمكن اجرى برنامج تاهيلي ونزل اشترك في باقي التمرين مع باقي زملائه، فكده خلاص مروان يعتبر جاهز من بكره لاداء التمرينات بصفه منتظمه. على الجانب الاخر الحراس الكابتن طارق سليمان بيبقى حريص قبل التمرين بساعه ينزل يمرن شريف اكرامي في الشيم حوالي نص ساعه، وفي الملعب حوالي ساعه الا ربع. شريف ما شاء الله من امبارح والنهارده بيأدي تمرينات قويه جدا، بدا خلاص بيرجع للملعب وبدا يعني يزور على المرمى بكل كفاءه، بكل التصويبات، بكل العرضيات، يوم يعني بينفذ المهام بكل بيدل يعني ان هو خلاص بدا خلاص يستعيد عافيته وهيرجع الملعب قريبا جدا. الشناوي وعلي لطفي تمرينه قويه جدا، كابتن طارق سليمان النهارده كان حريص يدي تعليمات كتيره لمصطفى شوبير واحمد طارق مستقبل حراسه المرمى طبعا النادي الاهلي، وكانوا بيطبقوا تعليماته بكل سلاسه وكل مرونه. سالت على ازارو وسالت على جيلاردو، قالوا لي عن منتخبات بلادهم، عشان مستمر لسه في اجازه طبعا، واخد تصريح ولسه في اجازه. يمكن دي كانت ابرز كواليس، بس خليني اقول لك في الكام ان الملعب ملعب مختار تمشي، حاجه تشرف، حاجه تفرح الملعب النهارده، حاجه يعني ما شاء الله، حاجه تفرح جدا، ما حدش بيشتكي في الملعب، ملعب كويس على اعلى مستوى، عشان برضه نشيد بالناس القائمين على ملعب مختار التتشي. ودي كانت ابرز كواليس تمرين النهارده. بكره تمرين باذن الله هيكون الخامسه مساء، يوم الجمعه هيكون اجازه، يوم السبت باذن الله هنرجع التمارين مره اخرى باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان، يعني خد قال كل الاخبار اللي كنت هقولها دايما لحضراتكم. طيب دي كانت الاخبار فيما يخص فريق النادي الاهلي. الحمد لله كل الامور ماشيه بشكل جيد،
ما حدش على فكره، ما حدش من اللعيبه له اي علاقه ان مدير فني موجود دلوقتي. في مدير فني موجود بالمناسبه، كابتن محمد يوسف هو المدير الفني الحالي للنادي الاهلي لغايه لما يتم التعاقد مع مدير فني اجنبي. الكل مركز في تمرينه زي ما حضراتكم شايفين، كل الناس مركزه في تمرينها، كل الناس مركزه في شغلها، كل واحد مركز في شغله، بمعنى ان لجنه التخطيط شايفه شغلها، بتحاول كابتن محمد يوسف كمدير فني بيحاول يعمل شغله كله، اللاعبين كلهم بيعملوا كل شغلهم، اتمنى لهم يا رب كل التوفيق. طيب هنتكلم كتير بقى عن النواحي الفنيه للنادي الاهلي ولكل انديه الدوري العام المصري، فخلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش، بعد هذا الفاصل.